السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ زوينين؟ كي دايرين مع الصيام؟ هانيين؟ كما كتشوفوا خوتي اليوم غادي ندير واحد الفطائر، غادي نفطرو اليوم بالخضرة والكفتة والفرماج، وغادي نتشاركو معاكم. دابا راني كنحط خيزو راني جالسة في السطيحة خوتي، كنصوب هاد الخضرة جالسة حدا الغرس ديالي. سعارة سمعت في هاد ليامات مبقيتش كنديها في سمع، عاد نقادو شوية. دابا غادي نحط القرعة تا هي، ندير فيهم الخضرة مزيان، كيجيو زوينين في الصراحة هاد الخبزات معمرين، خبزات ولا فطائر، كل واحد شنو كيبغي منهم. دابا خوتي عندي هنا الفلفلة، حتى هي غنقطعها طراف صغار، بليسة زوينة في هاد السطيحة اخوتي مغربية حسن من الكوزينة. ايوا ردة الحريرة كطيب، ايوا الصداع تما مبغيتش نصور في الكوزينة. دابا كنقطع البصلة حتى هي هكايا، البصلة الخضارية دغيا كتهبط. واخا متحطاش رقيقة بزاف، هي ماشي بحال الحمرا دغيا كتطيب. دابا كنقطع المعدنوس، راني كنزرب اخوتي راه مشى الحال مشى عليا الحال، خصني نزربي باش يوجدو مع المغرب. صافي، المهم دابا هنايا عندي خيزو والقرعة والفلفلة والبصلة، غادي نديرهم يتحمرو في المقلة مزيان حتى يهبطو مزيان يتحمرو، غنزيد معاهم الكفتة ونزيد معاهم هاد الربيع والعطرية، وبقاو معايا. هانتوما خوتي دابا الفلفلة درتها في المقلة، داكشي لي درت. دابا غادي ندير العطرية، درت التحميرة والبزار، ندير شوية التين كبير، ياخذ الكامون
ندير مليحه. ندير زويته دابا غادي نغطي وهذا الربيع غادي نخليه حتى ندير الكفته وغادي نديرو مع الكفته ونقدر حتى نطيب ليه الخضره مزيان. ودابا خواتي هاد الخضره كما كتشوفوا راه هي راه طابت. غادي نزيد عليها هاد الكفته د لادان تشحر شويه. مبغيتوش ديرو معاها الكفته غير الخضره هكا راه كتجي زوينه في الصراحه. انا البارح درتهم غير في الخضره جاو زوينين. ناقصه لهاد البوطه كما قلت لكم غنزيد عليها هذا الربيع. هاتو ديروا معها الشعريه الصينيه حتى هي كتجي مزيانه. غطيب شوية وغنزيد معاها الزيتون مقطع. دابا خوتي بعد ما تشحرات هاد الكفتة وهاد الخضرة غادي نزيد عليها الزيتون. صافي دابا غادي نطفي عليها ونخليها تبرد بلا ما نوجد العجينه. بقاو معايا خوتي. ودابا خوتي كي كتشوفوا راني عجنت العجينه ديالي. دابا راني كنورق هاد الملاوي اللي غادي نعمر اللهم هكا. صوما راني قطعت العجينه على هذا الشكل ولويتهم بحال هكا. دابا غادي نبدا نعمره. هكا غادي ندير هاد الحشوة في الوسط. هكا غادي نهز هاد الطريف هكا. ندير هاد الفليفلة بحال هكا باش ما تحلش. نترك عليها مزيان صافي. وغادي نديرها في اللاطة. هاد الأخرى عاوتاني نفس الشكل. مش بزاف باش ما يتحلوش. هانتوما
بحال هكا. هانتوما خوتي صافي، غنبقى على هاد الطريقه هادي حتى نكملهم كاملين. وبقاو معايا خوتي حتى يطيبو وتشوفو الشكل النهائي. هانتوما خوتي، ها هما الفطائر ديالنا بعد ما ساليتهم، كيجيو على هاد الطريقه. دابا غادي نردهم يطيبو في الفران وحتى نخرجهم وتشوفو الشكل النهائي ديالهم. ودابا خوتي كما شفتوا الفطائر ديالنا او خبيزات معمرين، المهم كما كتسميوهم، ها هما واجدين. بالنسبه للعجينه خوتي، ما قلتها لكمش، عجينه عاديه المسمن اللي كديروا المسمن الملاوي، هي باش عمرنا هاد الحشوه هادي. كيجيو على هاد الطريقه هادي وكيجيو خفاف الصراحه وطيبين. هانتوما هانتوما كيجيو معمرين زوينين، هانتوما كيجيو زوينين اخوتي. نتمنى يعجبوكم ويعجبكم هذا الفيديو البسيط. وبالصحة فطوركم اخوتي، وشكرا لكم كاملين على الدعم ديالكم داخل المغرب وخارج المغرب. كنتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي، ودوزوا رمضان بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وبسلامة عليكم اخوتي، حتى الفيديو جديد ان شاء الله.